يقول: أرجو التكرم بشرح هذه الآيات من سورة الزمر وبيان معناها. يقول تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. هذه الآيات تصور أحوال الناس يوم القيامة، أحوال الكافرين وأحوال المؤمنين، في أن الكافرين ساقون إلى جهنم وهي النار والعياذ بالله، فإذا وصلوا إليها فتحت أبوابها لدخولهم فيها، وعند ذلك توبخهم الملائكة وتهددهم في وتسألهم سؤال توبيخ لأنهم هم الذين تسببوا لأنفسهم في هذا الموقف الرهيب والوقوع في هذا المأزق الحرج، حيث لم يستجيبوا لرسل الله في الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى أرسل إليهم الرسل لهدايتهم ونجاتهم من هذا العذاب وهذا الموقف لو أنهم استجابوا للرسل. الملائكة تسألهم سؤال توبيخ: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم؟ فيعترفون بذلك ويقرون على أنفسهم بأن الذنب ذنبهم وأنهم هم الذين جنوا على أنفسهم حيث لم يستجيبوا للرسل ولم يمتثلوا ما في الكتب المنزلة، وهذا زيادة تعذيب لهم وتوبيخ لهم وأنها تنقطع معذرتهم حين ذاك. وأما المؤمنون فإنهم يساقون إلى الجنة لأنهم أطاعوا الرسل وعملوا بالكتب المنزلة، فأنجاهم الله سبحانه وتعالى مما وقع فيه هؤلاء الكفار. تستقبلهم الملائكة بالبشارة وتسلم عليهم وتهنيهم بما نالوا من كرامة الله سبحانه وتعالى، وأن السبب في ذلك أنهم طيبون، طيبة أعمالهم، طيبة نفوسهم، طبتم أدخلوها خالدين باقين أبد الآباد في نعيم وفي سرور. ثم ختم الله سبحانه وتعالى هذا المشهد العظيم في أن الملائكة الكرام يحفون بعرشه سبحانه وتعالى وأنهم يسبحون الله وينزهونه عن النقائص والعيوب، وأن جزاءه للفريقين الكفار والمؤمنين جزاء عادل وأنه يحمد عليه سبحانه وتعالى. وفي النهاية يكون الحمد لله رب العالمين على ما قضى ودبر وحكم وعدل وأعطى كل ذي حق حقه ووفى كل عامل حسابه اللائق به، فهو يحمد سبحانه وتعالى على ذلك وله الحمد في الأولى والآخرة وهو الحكيم الخبير. بارك الله فيكم. لعل هنا بعض الكلمات قد تخفى على بعض الإخوة من ناحية المعنى. يقول تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر، معنى قوله زمر الزمر الجماعات. نعم نعم. وحقت كلمة العذاب على الكافرين، القضاء والقدر، أن هؤلاء قدر الله عليهم هذا الجزاء لكفرهم وعنادهم بسبب من قبلهم، الله قدر عليهم ذلك بسبب من قبل أنفسهم لأنهم لم يستجيبوا لرسل الله ولم يمتثلوا ما جاء في كتبه السماوية، فهو قدر عليهم هذا القدر لأعمالهم السيئة. نعم. وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة، إن الله سبحانه وتعالى يورث المؤمنين الجنة كما قال تعالى: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقيل في معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى يورث المؤمنين منازل الكفار في الجنة، إن الكفار لو آمنوا لكان لهم منازل في الجنة ولكنهم بكفرهم حرموا من ذلك فورثها المؤمنون. نعم. إذا معنى نتبوأ يعني نحتل. نتبوأ يعني نختار ونتوسع فيها. نعم نعم. ما أدري هل هناك سر في وجود الواو من عدمها في قوله في الآية الأولى: إذا جاءوها فتحت أبوابها، وفي الآية الأخرى في وصف حال المتقين:
حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. بعض المفسرين يقول أن الواو هذه تدل نعم. على أن أبواب الجنة ثمانية، وتسمى هذه الواو واو الثمانية، وكما في قوله تعالى ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، فالواو هذه تدل على أنها نعم. أن أبواب الجنة ثمانية، ولعله مأخوذ من حروف الجمل. نعم. وابن القيم له رأي في هذا، يقول إن الجنة غالية ولا يدخلها المؤمنون إلا بعد أن تستفتح، وأول من يستفتح باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخلها من الأمم أمته، فهم لا يدخلونها من أول ما يصلون، بل لا بد من استفتاح لأنها غالية وثمينة. أما النار والعياذ بالله فإنهم من حين يصلون إليها وهي مفتوحة مفتوحة ويدخلونها رغما عن إرادتهم.